ما عملتش حاجة، أنا بريء. جوني هو اللي خد وشي. خش قدامي يا مذنب يا ابن المذنب. يا جماعة أنا الكبير اللي في الدوار ده، يبقى جوني أخد وشي. قاعدة تحلو قوي يا رجالة. الله، إيه اللي جابك هنا يا خواجة؟ بس يا ده أنت هو ده خواجة جاي سياحة، سيبوني أنا. وأنت مين اسم الله على مقامك؟ أنا اللي هاخدك وأفسحك في الزنزانة. وأنت اسمك إيه يا عاد؟ أنا الهرم. والله شكلي أعملها معاك يا هرم. تعمليها مع مين يا قطة؟ هتخربشيني؟ لا، ما هي عمرها ما كانت بالشكل. واصل. قسما عظمة، اللي هينزل فيكو يده ولا يبص يمين ولا شمال لاجي اسقفلي على قفاه. فاهمين؟ فاهمين. وادي يا كرومبو. نعم يا سيد الناس. عاوز كوباية شاي تقيلة حبر. حاضر يا سيد الناس. مالك يا قطة؟ مالك؟ هتقعدي تسيقي طول الليل ولا ايه؟ عاوز انام. خلصي. حاضر يا سيد الناس. مين؟ مين برضك؟ يلا هندس. يلا نخرب. يلا نخرب. انتوا اللي بعدكم جوني. ايه؟ ايه يا جوني مالك في ايه؟ صح انا جوني. يلا 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 قوم 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 يا جوني. اول مره تركب بوجي. لا انا مش قادر افهم انت ليه جايبنا تاني عند الدوار. جوني احنا لازم نهرب دلوقتي حالا ونروح على امريكا. يا ابني الموقف بقى خطر جدا يا حبيبي. انت من ساعه ما اتقبض عليك والكبير مش شدد الحراسه على الدوار، ولسه لما يعرف انك هرب. يا جماعه ما هو ما ينفعش. ايه ده؟ امبوسيبل امبوسيبل امبوسيبل. لازم لازم ادخل الدوار. دوار ايه؟ دوار ايه يا سيدوني؟ الكبير خلاص حطك في دماغه، ورجالته لو شافوك هيطخوك طوالي. نو ايه؟ لازم ادخل الدوار. ايه ده؟ انت جننت؟ انت مش سامع حد بيقول لك ايه؟ طب بلاش، مش شايف الحراسه اللي على الدوار دي كلها؟ عادي جوني، don't be stupid. انت بتقولي مين ستوبد؟ بتقولي مين ستوبد؟ صلى على النبي. في ايه؟ صلى على النبي. في ايه يا سيدوني؟ في ايه؟ ما ينفعش يقول ستوبد. معلش سي توماس خايف عليك وبيقول على فيه مصلحتك. قول له ستوبد ليه طار؟ قول له سوري. جوني سوري بجد، انا ما تزعلش مني، بس بجد الموقف بقى خطر. انا عايز افهم حاجه، انت عايز تدخل الدوار تعمل ايه؟ يا جماعه ما هو جوني. جوني؟ اقصد اقول الكبير 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 معي الباسبور بتاعي. يعني معي الباسبور بتاعي، اسافر اركب الطياره ازاي؟ هاو صح. طب هتدخل الدوار ازاي دلوقتي؟ I have فكره بالانجليزي. I have idea. توماس يا اشرف. افتح لهم الباب يا هنداوي. ركز. ها ايه اللي انتوا شايفينه ده؟ وداخلين بيه فين؟
دي 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 سدادة. سدادة كانت بتتنظف و و وإيه؟ جبناها؟ آه وخلصت فجبناها. عدي عدي استني خلاص. إيه اللي جاب السجادة دي هنا؟ أنا حقول لك هدية. أنت لحالك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كوح يا هديرة. أنا الكبير. الكبير؟ ويا اللي دخلك جوا السجادة؟ عم باخد شاور. هنعزله. فكيني الأول وأحكي لك على كل حاجة. كحرتيني يا بنت كحرتيني. ماشي بسم الله الرحمن الرحيم. على مهلي كحرتيني. يا مري اكتمي يا بنت اكتمي. أنا الكبير اللي معاك في الدوار ده يبقى جوني. من تحل شخصيتي عمل لي عملية نقل وش فيس أوف. تعرف إيه؟ يعني صدقتيني؟ قولي والله ولا ما أخسر. واه يا ليش؟ يا بقرة والله العظيم أنا الكبير يا بنت. أنا الكبير. طب شوفي أنا حسيبك واسأليني عن أي تفاصيل شخصية بيني وبينك. إذا جاوبتك غلط صرخي ولم علي الناس. خلاص؟ ها طب أنا اسمه مي إيه؟ شموع. طب أكتر مطرب بحبه مين؟ الست بدرية السيد. طب أكتر أغنية بحبها لها هي إيه؟ الموال بتاع يا نخلة طاطي جريدك شكني سلك. ماشي. طب إحنا تاريخ جوازنا كام؟ تاريخ جوازنا تاريخ جواز شفت عاد؟ اكتم يا بت. اليوم ده كان كله مطر وزعبيب وأبوكي كلاوي بوزة عشان الجماعة بتوع الفيديو اتقلب من الميكروباص وماتوا قبل ما يجوا. قاعد زعلان كيف فرح بنته ما يتصور شيء. أقول لك على مرة تاني لما جينا نكتب الكتاب ما لقيناش الشهود. عائلتكم كلها ولا واحد حده بطاقة. حتى في الآخر جبنا الواد صبي الغزية والنبطشي عشان يبقوا شهود. صح ولا لا؟ صح. بس أنا ما خبراش برضك كيف تبقى الكبير يعني. يا بنت قلت لك عملية نقل وش. أنا أسمع النقل دم نقل كبد إنما نقل وش. اللي حصل عادي. هدية. افتح يا هدية. أنا عمري خبط عليك الباب يا هدية. أنت يا هديرة يا باقرة. طب الدهرة أنت دلوقتي الدهرة. يلا يا بيت. باه بقالي ساعة بضرب على الباب ما فتحتيش على طول ليه؟ معلش يا كبير ما كنتش سامع حقك علي. كنت عاوز حاجة يا كبير؟ أبداً. أصلي سمعت صوتك وانت بتصرخي. أصلي لقيت بوصة فتخلعت. أو ماي جو. أصلي وأنا بخبط عليك سمعت صوت حد معاك معاك ده تلقاه التلفزيون. طب إيه اللي جاب السجادة دي هنا؟ السجادة؟ السجادة دي أنا جبتها عشان كنت عاوز أغير الدكور. أوكي ماشي. أنا نازل أندلع. نازل أندلع. لو عوزتي أي حاجة مني اديني مستكول وأنا هقابلك في نهول. بقول لك يا كبير ها مش أنا وأنا بقلب في الدولاب النهاردة لقيت شريط الفيديو بتاع الفرح بتاعنا وقعدت أتفرج عليه. أوه ده كان يوم جامد قوي. شوفي يبقى سيبهولي عشان أتفرج عليه واستعيد الذكريات الحلوة يا باقرة. اطلع اطلع ماشي خلاص. صدقتيني يا هدية؟ يبقى موضوع نقل الوش ده صح صح. أتاريه كل شوية شوفه قاعد مع الدكتور بيتودودو. دكتور مين ده؟ الدكتور ربيع بتاع الوحدة الصحية. دكتور ربيع؟ حرام عليك كفاية كده. هانت فضل لك حقنة كمان وتبقى قفلت ال 12. أبو سيدك كفاية كده. أضربها لك فين دي؟ جسمك ما بقاش يبطرح سليم. أبوس رجلك كفاية حوان.
شوف انت عايز ايه وانا اعمله لك يا كبير. يعني انت معترف ان الكبير؟ ايوه والمصحف الشريف انت الكبير. انا معترف. شوف انت عايز ايه وانا عنيا ليك يا كبير. عاوزك كيف ما عملت العمليه وغيرت وشوشنا ترجع لي وش تاني وتسيب جوني من غير وش. انا عايز وش في علبه. عنيا هجيب لك وشه في علبه والفها لك لفه هدايا كمان. احنا نزرب. اسمع انت تخليك هنا ووعاك تتحرك. انا اروح اخدر جوني واجيبه هنا ونعمل العمليه. مش هينفع يا كبير. انا برضه قلت انت نفسك فيها. لا ما اقصدش انا اقصد ان جوني محضر اوضه العمليات في الدوار مش في العياده. تحت والجناه يلا بينا على الدوار. يا سلام ايه الفقاقه دي؟ ما لو شافونا داخلين مع بعض انا وانت يا ناصح هيشكوا فينا. انت هتردح لي. على العموم ما تخافش سيب موضوع الدخول ده علي انا. عندك دول سدتين كانوا. انا سالتك لوك ات مي. بص لي شوف لي. انا سالتك نزل السجاجيد. نزل